الهاتف الأستاذ إيهاب حسين، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ إيهاب، يعني تقييمك لهذه الزيارة وأهميتها بالنسبة لنا يعني كسياسة خارجية وكاقتصاد. زيارة الرئيس السيسي بتأتي من خلال مجموعة زيارات قام بيها في الفترة الوجيزة اللي تولى فيها زمام الأمور صمات، بيفتح فيها كافة المجالات مع كل الدول، ودي سياسة مصر في المرحلة الجاية، إن إحنا لا نعتمد، إن مصر لا تعتمد على علاقات مع دول بعينها، بل ينفتح على كافة القوى الاقتصادية في العالم كله. على المستوى السياسي الصين دولة ذات أهمية كبرى، سواء في المحافل الدولية وفي مجلس الأمن والأمم المتحدة وما إلى ذلك، ومتفاهمة تماما لطبيعة الأوضاع التي كانت في مصر، وتؤيد ثورة 30 يونيو وما جاء بعدها من استحقاقات قامت بها مصر. فبالتالي زيارة الصين على المستوى السياسي هي زيارة مهمة تأتي إلى جانب الدول التي زارها الرئيس مثل إيطاليا وفرنسا في الفترة الماضية. طيب البعض يا فندم، طب اتفضل كمل المستوى الاقتصادي، وأريد أن أسألك يعني فيما يتعلق بالمستوى السياسي أولا ونرجع للمستوى الاقتصادي بعد إذنك. اتفضل. البعض بيرى أنه يعني ربما يكون من المستحسن الآن أن ننظر إلى علاقات جديدة في محور جديد يربط مصر روسيا الصين، هل من يعني يوجهون إلى هذا الاتجاه؟ يعني هم عالمون بمواطن الأمور ويعتقدون أن هذا المحور قد يكون له قوة، هل هو محور محتمل ولا إحنا لسه بعاد على أن ننضم في محور إلى هؤلاء؟ في جميع الأحوال اللي حضرتك ذكرتيها، لكن أحب أن أعقب على تعقيب بسيط. علاقات مصر في هذه المرحلة والمرحلة القادمة سترتبط بكافة القوى التي يمكن أن تقدم النفع أو تكون ذات يعني جدوى في كيفية دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وعجلة العلاقات السياسية. مصر منفتحة على العالم كله، على أوروبا، على دول شرق آسيا، على دول في أفريقيا. نلاحظ الجولات اللي قامها بها وزير الخارجية وما قام بها الرئيس السيسي في منطقة أفريقيا، على زيارات الدول الأفريقية، عودتهم إلى زيارة القاهرة مرة أخرى. كل ده بيعكس إلى تفهم العالم إلى وضع مصر وأهميتها كقوة سياسية مؤثرة وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية. وبالتالي علاقة الصين بمصر هي علاقة تستفيد منها مصر وتستفيد منها الصين. علاقة مصر بدول أوروبا تستفيد منها أوروبا تستفيد منها مصر. وبالتالي قيسي على حالة الانفتاح بما يخدم مصالح البلاد. هذا هو الهدف الرئيسي للرئيس السيسي وما ذكره أكثر من مرة. طيب. مصر يعني إذا كنا نتحدث مع كافة الأطراف السياسية لخدمة مصالح مصر والمصريين، وهو ده اللي يجب أن تعمل عليه أي سياسة خارجية لأي دولة محترمة الآن، هي المصالح المشتركة. وبالحديث عن المصالح المشتركة نأتي إلى المصالح الاقتصادية، والصين يعني هي المستفيد الأكبر من السوق المصري، فكيف يستفيد المصريون من الصين؟ حجم الاستثمارات الصينية الموجودة في العالم وفي قارة أفريقيا وحجم كبير، ونلاحظ أن هذا الحجم لم يكن بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر. وبالتالي خلال الزيارات الوزارية اللي قام بها عدد من الوزراء قبل زيارة الرئيس السيسي، هي كانت عملية يعني إعداد لزيارة الرئيس والوصول إلى تفاهمات فيما يتعلق بكافة المجالات الاقتصادية التي يمكن أن تستفيد منها مصر. نستطيع أن نقول في مجال الصحة تستفيد مصر من الصين، في مجال المشروعات الاستثمارية وفي كافة الصناعات تستفيد مصر من خلال الخبرات والاستثمارات الصينية في هذا المجال، حتى على المستوى العسكري يمكننا القول أن مصر تستفيد من علاقتها مع الصين، في مقابل أن الصين ستستفيد في بعض المجالات المرتبطة بهذه العملية. فهناك مصالح متبادلة ومصالح مشتركة بالتأكيد ستعود بالنفع على مصر، وبالتالي ستعود على المصريين وعلى إنعاش الحالة الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاقتصادية وفتح فرص عمل ومجالات لتشغيل الشباب. وحركة التشغيل وحركة العمل بتجعل الشباب
ليس عرضة لأي أفكار ولا التفكير في أي نتمنى أعمال. ذلك يا أستاذ إيهاب، ونحن في انتظار نتائج الاتفاقات اللي هيسفر عنها هذا اللقاء المرتقب، يا رب يكون اتفاقات في صالح الاقتصاد المصري. شكرا للأستاذ إيهاب حسين مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لحضرتك.